السلام عليكم اخواني. يعني من بعد مفترق طرق كما كتشوفوا هو مورايا، يعني كاين واحد العقبه هنا شي شويه غادي تبيضر فيها، غادي تحرق السفل كامل صراحه، وغنطلع ماشي ما غنطلعهاش. ولكن ملي كتكون طالع في الجبل انك راه كتوصل مثلا واحد البلاصه وكتلقى عاوتاني اخيب منها. اش غادي ندير دابا؟ دابا سيدي غادي نحاول نتمشى شويه انني نرد السفل، لان من خنيفرة تقريبا حتى المفترق طرق شي شويه تسرحت صراحه، يعني شويه كنت نزلت غيرت واحد التيشيرت وحيت واحد السروال لان كتقيسوا لي السنسله، وملي كنشونجي كيبقى يقيسوا لي البلاطو، يعني غادي يتقطع وزايدون منيرفيني شي شويه. يعني غادي دابا نتمشى شويه غنحاول نرد النفس، واخا شويه زعما المعرك وداكشي، يعني الصراحه غتسرح واحد شويه صافي. هذاك الساعه نرجع لكم في فيديو. انتم الاخوان باش تعرفوا راه عقبال نيت هذا مول كامي الشيء غير كي غادي، هذا راه كامي ومفروض هذا يكون طالع دابا تروازيام، طالع دوزيام، والله قسما بالله ويفوت دوزيام حتى يحرق الموتور كي غادي. غادي غير بشويه انا نحاول نشدكم شي مول طونوبيل اخرى ولا شي مول الكاميو يكون جاي نحاول نشدو لكم. يعني ما يمكنش امبوسيبل باش يطلع تروازيام ولا كاطريام، دوزيام بوحدها واخا يكون شارجي ولا ما يكونش، تنظن انا ما يكونش مشارجي ولا يكون شارجي غيطلع دوزيام. الا طلع تروازيام غادي يتوادع مع الموتور كما كتشوفوا، ضروري ضروري غيشونجي هو ولا متقل، شتي ها هو اللي غادي متقل، ضروري غيشونجي. يعني كي نجي تروازيام وردها دوزيام.
تحية لكم الإخوان من الدخلال ديال مريرت كما كتشوفوا ديال الرومبا ديالها، ومازال مريرت القدام كما كتشوفوا البيكالا ديالي أيضا. وهنا عم عيون أم ربيع 25 كيلومتر يعني في الاتجاه هذا، هذه الطريق ديال عيون أم ربيع، طريق خنيفرة، طريق مريرت، مريرت أماروش مكناس والماس